بتحبني مليون مرة. أنت متهم بالتفريط في أداء واجبك الوظيفي، مما أدى إلى هروب أشقياء من تنفيذ أحكامه، ومن بينهم اتنين إرهابيين. يا فندم أنا قاومت وحاولت أمنع هروبهم على قد ما أقدر، وأظن إنه مذكر في التقرير الطبي قدام حضرتك إن أنا اتصبت. بس سواء عربية الترحيلات قال إنك أنت اللي طلبت منه تمشوا من الطريق النائي ده. فعلا يا فندم أنا اللي طلبت منه كده، بالرغم من طول مسافته، لأن السكة كانت زحمة وقررت إن إحنا ناخد الطريق ده عشان ما نبقاش هدف ثابت سهل اصطياده. وبعدين؟ بعدين طلعوا علينا وحصل اللي حصل. ما خبيش عليك الموقف صعب. وعندنا الشكوك إن في جهات إرهابية داخلة في الموضوع. وخصوصا ان في اتنين من اعضاء التنظيم الدولي كانوا من ضمن اللي هربوا. يا فندم انا قلت لحضرتك كل اللي عندي، وانتوا المفروض تردوا لي اعتباري وترجعوا لي حقي. مش لما نثبت براءتك الاول. سيادتك هو انا متهم؟ مش بقولك ان في جهات ارهابيه داخله في الموضوع وفي فلوس كتير قوي مدفوعه علشان ده يحصل؟ حضرتك تقصد ان انا متواطئ معاهم؟ كل الاحتمالات مفتوحه يا سياده الراي. انا برفض تلميح سيادتك ده وبطلب اثباته في التحقيق الرسمي. حقك وحقنا نحقق. يا فندم انا رافض رشوه بمليون جنيه، وسيادة الوزير نفسه مكرمني. وده أدعى إنهم يختاروك أنت علشان عمرك ما هتثير الشكوك. يا فندم إزاي حضرتك تفكر إني ممكن أعمل كده؟ قدام الفلوس الكتير بتضعف نفوس كتير قوي يا سيادة الرائد. ولا أنت مش معايا؟ تقدر تقول لي منين بتدفع مصاريف علاج ابنك في مستشفى من أكبر مستشفيات نيويورك؟ يا فندم ده ورث من أبويا الله يرحمه. وتهالي مذكر في إثبات الذمة المالية إن والدي تاجر، يعني عندنا ممتلكات. أيوة بس دي مبالغ مش قليلة. وأنت نفسك طلبت مساعدة الدولة في علاج ابنك. يعني ما كنتش تقدر تعالجه على حسابك. يا فندم انا ما اعرفش حجم ممتلكات والدي كام، وما كانش ينفع اساله قبل ما يموت. لما يموت هيسيب لنا كام؟ وهل ممتلكات والدك كتير قوي لدرجه انك تدفع كل المبالغ دي في علاج ابنك؟ ده غير ان ده نصيبك انت لوحدك، ولسه نصيب اختك واخواتك الاثنين ووالدتك. انا اخواتي بيساعدوني، لانهم مش معقول يشوفوا ابن اخوهم في الوضع ده وما يساعدوش. طيب انا عايز اعرف نصيبك كام في ثروه المرحوم والدك. ده دخله ايه بموضوعنا يا فندم؟ يمكن لو قدرنا نثبت ان ليك دخل كافي يغطي مصروفاتك جايز ده يشيل عنك الشبهات. حضرتك معايا ولا بتتهمني؟ انا مع الحق يا سياده الرائد. وايه المطلوب مني بالظبط؟ بيان كامل بكل الممتلكات والثروه اللي تركها لك المرحوم والدك. طول عمري بتعامل بامانه وشرف، عمري ما تخيلت ان اكون موضع شبهات. ولا يهمك، ما دام انت مظلوم تأكد ان ربنا هينصرك وهيظهر براءتك. بس كل الامور اتلخبطت، الشغل والبيت والاسره كلها معاني اتحرمت منها. هي هدى عامله ايه دلوقتي؟ اخر مره زرتها فيها صعبت عليا قوي لدرجه خلتني مش عايزه ازورها تاني. ازاي الكلام ده بقى؟ انت لازم تزورها وكتير علشان تحس بوجودك جنبها. ايوه بس دي مش حاسه بيا خالص، بيدوها ادويه مخليها حد تاني. معلش دي مجرد فتره مؤقته لحد ما يعدوا بيها المرحله الصعبه دي. لحد امتى بس؟ ادخل. لسه محمد الميكانيكي جه بره وعايز يقابل حضرتك. انت مش شايفه ان انا عندي جلسه؟ اصل بيقول ان حضرتك مش هتقدري تروحي بالعربيه النهارده. ليه خير؟ اندهيله. حاضر، عن اذنك سوي. اتفضل. السلام عليكم يا دكتوره. وعليكم السلام. خير يا استاذ محمد؟ خير ان شاء الله يا دكتوره. الموتور عايز نص عمره. نص عمره مره واحده ليه؟ لا مؤاخذه يا دكتوره، الاديتير ما كانش فيه نقطه ميه وجون وش سلندر ضرب، والحمد لله جت على كده يا دكتوره. يعني هتجيبها لي امتى؟ ان شاء الله كده بعد 3 ايام ان شاء الله. 3 ايام دي كتير قوي، العربيه دي ايدي ورجلي يا استاذ محمد. خلاص يا دكتوره، عناية ليكي، اخلصها لك بدري بدري. السلام عليكم بالاذن. وعليكم السلام. امر لله. خلاص رحت المدرسه ازاي دلوقتي؟ شفت يا سيدي مش لوحدك اللي عندك مشاكل. طيب ممكن تسمحي لي زي ما بتساعديني انا كمان اساعدك؟ ازاي يعني؟ خليني اوصلك تجيبي حياه من المدرسه. الله، انت مش بعت عربيتك؟ ايوه بس انا باخد عربيه بابا الله يرحمه، ترحمني شويه من بهدله المواصلات. بس انا مش عايزه اتعبك معايا. لا لا خالص، مفيش تعب ولا حاجه، ده واجب. صفيه طارق ازيك؟ ايه ده، شركه منوره. معقولة يا صفية؟ معقولة من ساعة ما سبت الشركة ما فكرتيش مرة ترفعي سماعة التليفون تسألي عليا؟ هو أنا ماليش خاطر عندك ولا إيه يا صفية؟ معلش يا طارق بقى، ما أنت عارف الشغل بينسي الواحد كل حاجة. إلا سعد، مش كده؟ يا قصدك يا طارق؟ قصدي يعني إنك فضيتي نفسك أهو وجيتي عشان تباركي له. يعني سعد زميلي وواجب عليا إن أنا أبارك له. ما أنا كمان زميلك يا صفية. ما فكرتيش مرة ترفعي سماعة التليفون وتسألي عليا يا صفية؟ ليك عليا يا سيدي لما تفتح شركتك حاجة، بارك لك واجيب لك ورد كمان. بجد يا صفية؟
اه طبعا، احنا مش زملاء ولا ايه؟ هو مكتب سعد فين؟ مكتبه هنا، تعالي هوديكي ليه، هيفرح جدا اول ما يعرف انك هنا. تعالي يا صفية. اوكي استاذ طارق من فضلك. طيب بعدين بعدين، اتفضلي يا صفية. اوكي اوكي سي يو باي باي. اهلا وسهلا خطوة عزيزة. ازيك يا سعد، عامل ايه؟ الحمد لله. الف مبروك. الله يبارك فيك، اتفضلي. ميرسي. ابسط يا عم، اهي صفية بنفسها هي جاية عشان تبارك لك. انت دخلت هنا ازاي؟ انا قايل للسكرتيرة ما تدخلش حد. انا حبيت اعملها لك مفاجأة وادخل ومعايا صفية. هنهرج ولا ايه؟ يلا روح شوف شغلك. اوكي يا سعد بيه، انا اسف، بعد اذنك. ليه يا سعد كده؟ انت كده احرجته قوي. سيبك منه، ده واد غبي. المهم انت اخبارك ايه وهاني بيعمل ايه؟ الحمد لله كلنا كويسين. تعرفي بقى انك بنت حلال، لان انا كنت ناوي اعدي عليكوا بكره في المكتب. ايه ده بجد؟ عشان اعزمكوا على فرحي. اتفضلي، دي الدعوه بتاعتك ودي الدعوه بتاعت هاني بيها. مبروك يا سعد. الله يبارك فيكي. اوعي ما تجوش يا صفية، هزعل قوي. ان شاء الله يا سعد. طيب انا همشي بقى احسن متاخر. اتاخرتي على ايه؟ هو انت لسه قعدتي ولا حتى شربتي حاجه؟ معلش انا اصلي يم. قلت اعدي ابارك لك وامشي على طول. ماشي. عموما انا مش هعطلك، بس اوعي يا صفية ما تجيش الفرح. ان شاء الله. صفية صفية. أيوة طارق. تأكدت خلاص يا صفية إن مفيش أمل؟ قصدك إيه؟ قصدي إن سعد خلاص هيتجوز. كان عندي أمل إنك تديني فرصة يا صفية. فرصة إيه يا طارق؟ أنا مش فاهمة حاجة. أنت فاهمة كل حاجة يا صفية، وعارفة إن أنا معجب بيكي وبحبك من أيام الجامعة. من فضلك يا طارق، مش هينفع، أنت مجرد زميل مش أكتر. وفي إيه سعد أكتر مني يا صفية؟ أنا عندي شقة وبقبض مرتب كويس، ولك منه هو يعني عنده فلوس أكتر مني. إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ أعتقد أنت عارف أنا مين وبنت مين كويس أوي. هو ده اللي مجنني يا صفية، وعارف إنك مش طمعانة فيه. طارق أنا بحبه، أنا بخاف عليه من نفسه. وهو ولا هو هنا، إنما أنا موجود يا صفية ونفسي أقرب مني، بس اديني فرصة. من فضلك يا طارق، مش هينفع، عن اذنك. في ايه يعني سعد اكتر مني؟ اتفضلي يا حبيبتي. ايه ده؟ ده عقد بيع للفيلا باسمك، ممضي منه وجاهز على امضتك. يلا امضي بقى علشان الاستاذ جد الله موثق الشهر العقاري يختم لك عليه. مش معقول يا نديم، بتهرجني، جايب لي الموثق لحد عندي. حبيبتي انا لو اقدر اجيب لك الدنيا كلها لغايه عندك مش هتاخر. ربنا يخليك ليا. يلا امضي بقى. مبروك عليك يا نعمه. ده بقى اقرار مني لملكيتك لنص نصيبي في شركتنا مع مختار. مش معقول. حبيبه قلبي انا وعدتك ووعد الحر دين عليه. أول مرة أشوف راجل يوعد وينفذ وعده. يعني هي صوابعك الحلوة دي زي بعضها؟ مهم بقى يا حبيبي إن أنت كمان تبقي أول ست أشوفها توعد وتوفي بوعدها. ما تخافش، بكرة الصبح هنزل البنك وأسحب الفلوس وتروح تدفعها المختار علشان شركتك. وثق يا أستاذ جد الله، وثق، دي حقوق ناس. اتفاق مبروك إن شاء الله. سلمني انت الورث وانا هعرف اقنعها. هو ربع جنيه هديهولك في ايدك؟ دول 10 مليون جنيه. وطي صوتك يا مختار، ما انا عارف ان هم 10 مليون. وطي صوتي ليه؟ واحنا بنسرق؟ مش بنسرق ولا حاجه، اصل انا لسه ما فتحتهاش في الموضوع. بس ما تقلقش، انا مرتب لها ترتيب كويس قوي. ترتيب ايه؟ ترتيب كده يعني عشان اقنعها تقبل الورث.